طبعاً أنتم حالياً تلاميذ، يعني أهلكم يشتغلون ويتعبون حتى أنتم تنجحون. زين ستي، يصير أروح أشتغل بمكانهم وأهلي يجون يدرسون مكاني؟ ست والله الدراسة تضوج. لا ابني لا، الأهل لازم يتعبون حتى أنت ترتاح. بالعكس، هم المرتاحين، هم يروحون للدوام قعدة ونسى وضحكة وأصدقاء وريوقات، وإذا ما يريد يروح الدوام بكيفه ما حد يحاكي، وحتى لو راح الدوام يرجع البيت اللي في راسه وينام. أنا التعبان هنا وأرجع للبيت، دراسة وامتحانات وواجبات. ابني انت لازم تدرس لان انتم بنات هذا الوطن. هسه عفونا من هذا الموضوع، شو تحبون تصيرون بالمستقبل؟ ست انا اتمنى اصير ضابط، يعني حتى تحمي البلد. لا حتى اشيل مسدس وما حد يحاكيني. لا ابني لا، هذا غلط. لعد اصير ضابط حتى اتعين، لان تعرفين من الدوره للتعيين من الدوره للتعيين. لا ابني لا، هذا مو صحيح. انت شو تريد تصير؟ اتمنى اتزوج صيدلانيه. ليش؟ ايش معنى؟ شايف ايش قد تحصل فلوس؟ هالقد، واذا اجرى شهادتها وهي قاعده بالبيت تجيها مليونين ثلاثه. لا انتم ما معقولين، شنو هالامنيات؟ وانت؟ انا اتمنى اصير مثل عمي، طبيب بالسويد. حلو، يعني تريد تصير طبيب؟ لا اريد اصير لاجئ بالسويد مثله. لا ابني لا، المفروض انت تتمنى شيء بهذا البلد. ها، لا اريد اصير مثل اخوي. أخوك شنو شهادته؟ علوم. إيه حلو. لا بس ما لقى شغل واشتغل صباغ، أنا بدي أصير مثله صباغ مخرج علوم. لا مستحيل، لا شنو هاي؟ صار وسطه يوميته 75,000، هسه إذا يجي التعيين ما يريده والله. يعني أنا أدرس وأتعب حتى واحد يطلع لي ما أدري شنو واحد يطلع لي. لا مستحيلين أنتم، عوفكم من هذه. هواياتكم. ست أنا هوايتي الطيران. حلو، يعني تريد تتعلم سياقة الطائرة. لا يعني أطير طيور. طير طيور؟ نوبات فيالة حسب الموجود. يعني مطير شي؟ ايه. وانت؟ هوايتي يصير عندي معرض. التشكيل ورسم وكذا. حلو. لا معرض مال السيارات، شايف ايش قد يحصلون فلوس؟ خير من الله. لا مستحيل. وحضرت جنابك؟ انا هوايتي اجدي. جدي؟ ليش؟ اي والله ابوي بالتقاطعات يقول ذول يحصلون فلوس اكثر من عندنا. لا مستحيل، يعني هاي دراستنا وتعبنا. لا انا غاسله ايدي منا من عندكم، لا ما اصير لكم شاره. ايش خبصتينا؟ امنياتكم، وينكم امنيه تتحقق؟ هاي انا والولد يوميا الصبح نقعد امنيتنا نجي المدرسه نلقاها محترقه. يابا تحققت امنيتكم؟ لا هاي هي.